بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. كيفيه تشغيل اندرويد على جهاز كمبيوتر؟ ليه الموضوع ده؟ لان كل اغلب الشروح اللي موجوده على الانترنت باللغه الانجليزيه، ده رقم واحد، اغلب الشروحات اللي موجوده على الانترنت بتنتهي بنسخه اندرويد لا يمكن تشغيل الانترنت عليها. قبل ما نبدا، بس الفيديو ده للناس العاديه مش للمتخصصين والديفلوبرز، اللي هم عندهم حلول تاني غير الحلول البسيطه اللي احنا نعملها. اول حاجه داونلود فيرتشوال بوكس واعمل له انستليشن ديفولت، بعدين هنعمل نيو ماشين، هنديها اي اسم وليكن اندرويد. هنختار في التايب لينكس، وهنختار هنا لينكس 2.2. نكست. الرامات يعني ما تقلش عن 1 جي بي. نعمل هارد درايف نوع في دي اي، خليه فيكسد وزود شويه ل 2 جي بي دي، وصلها مثلا 4. يبقى من سيتنج هنروح للستورج، وانا واقف على ال سي دي اللي هي دلوقتي فاضيه، ابتدي اطلع السي دي اللي انا هستخدمها. السي دي اللي احنا هنستخدمها اسمها اي 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 بي سي، دي 2.3، فاحنا ناخد نسخه اعلى شويه، هناخد 4.1. اوكي. وبعدين من السيتنجز برضو من النتورك هنختار نت او بريدجت. المهم ان نتاكد ان الادابتور بتاعي بي سي نت فاست 3. اوكي، دلوقتي اقدر اعمل ستارت للماشين بتاعتي. انا ممكن اشغل اندرويد من غير ما اعمل له انستليشن على الفيرتشوال، وممكن اعمل له انستليشن. خلينا نعمل انستول. Create new primary right. Yes. Enter. Create new primary right. بعد right بعمل quit. نوع ال storage بتاعي SDA1. الفورمات EXT3. هل انا عايز اعمل فورمات؟ طبعا. هل انا عايز بوت لودر؟ اكيد. هل انا عايز ريد رايت سيستم؟ طبعا. طيب انا ممكن اعمل ران وممكن اعمل ريبوت. خلينا نعمل ريبوت. وهو بيعمل ريبوت هنروح ماشين سيتنج، وهروح للستورج. خلينا قبل ما نعمل الخطوه دي، معلش، نعمل ماشين كلوز باور اوف، وبعدين هروح سيتنج ستورج واشيل السي دي. وانا واقف عليها كده ممكن ادوس علامه ماينس. دلوقتي هو انستولد على الفيرتشوال ماشين، فهو بيديني اختيارين، هل انا عايز الاندرويد ولا عايز الديباج مود. هروح على الاندرويد اللي هو النورمال مود. دلوقتي انا عندي الاندرويد، هعمل ستارت. لو في مشكله مع الماوس مش قادر اتحكم بيها بشكل كويس، اجرب ان انا ابدل ما بين الماوس انتجريشن، اعمل له انيبل وسيف. طبعا هو جاب البيانات من السيستم، اقدر اعمل ساين ان. خلاص في انترنت فعلا.
طيب تعالوا نتأكد بس إن إحنا الإنترنت شغال على نسخة الأندرويد الوهمية دي، فتعالوا نعمل سيرش. زي ما انتم شايفين الانترنت شغال. هو ده السبب الاساسي اللي خلاني الجا لتسجيل الفيديو ده، لان حتى قبل ما تتفرجوا على الفيديو جربوا تدوروا على الانترنت وعلى اليوتيوب وحاولوا تجربوا الطرق الكتيره المنتشره على اليوتيوب، هتكتشفوا ان في الاخر خالص بتنتهي بنسخه ما عليهاش انترنت لسببين. السبب الاول ان هو ما بيستخدمش النسخه اللي اسمها تريبل اي بي سي. السبب الثاني ان هو ما بيعملش الادابتور على البي سي نت فاست. تعالوا كمان نجرب هل ينفع نروح للستور ونعمل داونلود لابلكيشن ونجربها ولا لا. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.